جيت للقيصرية في 68، تعلمت هنا في القيصرية، تعلمت تقريبا من 68 69 70 71 72 72 انتقلت لدرب السلطان، كنت تعلم صنعة، تعلمنا الصنعة هادشي ديال العيالات. اما في الاهم الاول اللي كنا في الحي المحمدي كنا كنخدموا داكشي ديال الرجال، جلابات رجال، طلعنا لدرب السلطان تعلمنا ديال العيالات. رجعت للحي المحمدي في 80 درت المحل في الحي المحمدي، يعني جبت معايا الصنعة ديال العيالات، يعني من ارفع طراز، يعني شي حاجه ما نتذكروش عليها. خدمنا مزيان، ما عندناش مشكل، خدمنا باليد، يلاه يلاه يلاه، حتى لدرجه اللي دخلت الاله، دخلت الماكينه تبدل السوق، ما حد الماكينه خدامه، واليد كتنقارض، كترجع لدرجه حتى ما بقاتش اليد مره، يعني الكليان عاد تفضل مثلا تخدم جلابه غتخدم ديال اليد ب 600 درهم ولا 700 درهم، تخدم بها 4 جلالب ولا 5 جلالب تبدل بهم، يعني ما بقاش، يعني لدرجه بقات الاله خدامه يلاه يلاه يلاه، حتى لدرجات كنا كنخدموا مثلا واحد 10 مثلا في النهار، 12 14، حتى لدرجات ما بقيناش كنخدموا دابا جوج ثلاثه اربعه، لان الصناعه كثرت والمحلات كثروا والتجاره كثرت، والتجاره والصناعه ما عندهاش مراقب، الصناعة ما عندهاش رقابة اللي كتراقبها فين 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 الجودة، فين هذا فين هذا فين هذا، ما كايناش والو. الشباب نقارض، ما بقى شيء الشباب، لانه واحد الوقت كانوا يجيبوا لك الوالدين ديال هذا، كيجيبوا لك الدريك باش يتعلم، اليوم ما بقاش يجيبوا، لان الدري ما يمكنش له يجلس حداك مثلا سنتين وثلاثه بدون مقابل بدون حاجه، لان الصناعه ضعيفه، ما هي الصناعه ملي يجيبوا لك ما يمكنش لك تمولوا واحد التمويل اللي هو يكافي لهذاك الدري، فهمتيني، باش يبقى جالس حداك باش يتعلم بشويه 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 بشويه، خصو سنتين ولا ثلاثه، يعني خصو يمشي يدير تكوين على الدوله مثلا، تكونوا الدوله عاد تصيفطوا لينا حنا، فهمتيني، وملي تعلم وكاع انت تعلمتيه ضربتي معاه 4 سنين ولا 5 سنين تتعلم، ها هو يتعلم وهو يزيد ويمشي ويخليك صافي السلام عليكم، يعني تمرت مشات خاوي. هنا فين الشباب حقا محتاجه الصنعه، محتاجه الشباب يتعلمها، ولكن خاص الدوله دير ليه التكوين ديالو، فين يتكون وفين يتقاد وفين يتصيب، وهو راه حر ديال راسو يمشي يخدم فين بغى ديك الساعات.